انت بنات بقول لكم هذا اللي يحب يسوي سيلف تان، اغلب السيلف تان يبقع واللي يعطيكم لون المرق، عرفتوا اللون المبقع الخايس هذا؟ اقوى تركيبه حق السيلف تان. شلون؟ هذه الاسفنجه مالت التسمير او مالت التان اللي تحطين عليها الكريم على جسمك، وعندك 3 مراحل يعني 3 الوان حق التان. شوفوا كاتب لكم ساعه واحده اذا تبينا لايت، وساعتين اذا تبينا ميديوم، و3 ساعات اذا تبينا دارك. وتغسلين جسمك بماي دافي عادي. عقب ما تغسلينها راح يظل يشتغل اللون ل8 ساعات، يعطيك اللون اللي انت تبين توصيله ويستمر يقعد معاك. اي ايه قاعد تشرح، بس شوفوا الفرق شلون قاعد يصير اللون قامج وما يبقى. مو ريحته خايسه، ريحه حنه قويه، لا ريحته عاديه، ما يبقى نهائيا. شوفوا هذه مو دعايه حق بوتيكي، بس صدق والله برا راح تحصلونه اكثر، لان ما يسوون بوكسات كامله. هني انا حاطت لكم كل شيء مع بعض، بوكس هني وهني الثاني. هني يعني اللي ما عنده ميزانيه وايد. طبعا يوم اللي نمت فيه صار لوني ذهبي اصلا، والله الكل مصدوم يقول سيلف تان، جي انصدم شنو هذا السيلف تان؟ هذا من السنه اللي طافت ينيت عليه. حق اللي ما يحبون الشمس، ما يحبون يتعرضون حق الشمس، هذا سيلف تان تسوينه بالشاور وتصيرين تان. الحين اقول لك الاسفنجه مالته هذا هو. شوفوا حتى حاط لكم ساعه انه يكون فاتح، تحطينه ساعتين يكون متوسط، 3 ساعات يكون غامج، تحطين على كل جسمك ينشف، تنظري عاد تبين ساعه ساعتين على حسب، وتغسلينه وتصيرين تان. تبينه يروح تردين عادي تسبحين ويطيح. خلينا نقول لهم عن السلف تانينج اول. هذا اللي يحبون التان يقدرون يستخدمونه في البيت، عباره عن شاور جل تستخدمونه وقت الاستحمام وبعدين كريم. طبعا مكتوب هني، قريت على العلبه، يمكن اذا حطيتوه ساعه بيكون لونكم فاتح، اذا حطيتوه ساعتين بيستوي لونكم حنطي غامج، واذا حطيتوه 3 ساعات بتستوون وايد غامجين، وايد برونز.